للحين يما ما قلت لي وين متوجهين. حنا يا بنيتي راحلين لديرة الشيخ رداد. رداد؟ ومن هو رداد يبا؟ شيخ عربي مصيد وله يد مبروكة على كل صاحب حاجة. ودي اشرح له اللي صار معي واطلب منه المساعدة. وديرته بعيدة؟ ودها يا بنيتي مسير كم يوم. وما لقيت غير هذا الحل يا يبا. ديرتنا يا بنيتي ديرة فقيرة وأهلها ما يقدروا على مساعدتي. لجل اللي عندهم يدوب يكفيهم وما رد تثقل على واحد منهم. يلا يا بنيتي إن شاء الله الكريم يفرجها علينا. السلام عليكم. السلام عليكم. يا هلا يا هلا. عليك السلام ورحمة الله. يا هلا بعيالي. هلا مرة. هلا شلونك؟ شلونك يا عمي؟ يا هلا عمي. هلا قوي. هلا هلا شلونك؟ تفضل على فراس. تفضل. حياك الله. يا هلا. دير لك وجهك. الحال يا عمي. شلونك يا عمي؟ يا هلا بيك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا عمي. وشلونك؟ الله يسلمك. الحمد لله. عساكم بخير. شلونك يا عمي؟ حياكم الله. يا هلا بيك. جوه. مكثور الخير. جوهر ابوي اذبح لضيوف الغانمين وزودها. حاضر يا عمي. لا يا عمي احنا جايين نسولف لك باللي صار معنا وما احنا متونين. ايه مو هو قبل ما نقوم بالواجب يا عيال من زمان ما شفناكم. بارك الله بيك يا عمي. ما يكفي ان ارسلتكم بهالمهمه وتعبتكم. لا يا عمي احنا بالخدمه دوم. ها ان شاء الله تعرفتوا على مكان السارق. عرفنا مكانه يا عم ونوينا نقف به ونجيبه لعندك لجل تشوف لك راي بيه، لكن عاد القمر ما جت على هوا الساري. شلون يا ولدي؟ ايه لا طير طاير ولا وحش غاير بهالديرة. وين اروح؟ وين لقيها الحين؟ رحت بكل الجهات وما لقيت لشلاش اثر. وش اساوي هالحين؟ ايه ما لي غير اعود واخبر الخال بركات. هلا فرهود. هلا وبم هاللي صاير؟ شايف حاله؟ خير كبر. وش العلوم؟ بلعون الهامه هي علوم من زين. تعي وش تقول؟ ما لقيت كساب يا صاير. شلون؟ يعني وين وده يروح؟ ما ادري عنه يا خالي. انا ما خليت وجهه غير مشيت بيها، واللي ما له دليل ما يصل غايته بالسهل يا خال. لا عاد ما ودي اياه ولا ودي اشوف وجهه، وانا خلفته لجل يشقيني. ما ودي اياه.
قوك يا وجه الخير. يا حي الله يا هلا. أقول يا وجه الخير. تفضل قول. ديرت الشيخ رداد بيات تجاه. ديرت الشيخ رداد يا حفيظ العمر والسلامة في اتجاه الجنوب. آه الجنوب. بعيدة من هان؟ إي والله أنها بعيدة. يعني ودها مسير كم يوم. كم يوم؟ إيه. وكادرك حاجة عنده. إي إي إي. ملعون يا وجه الخير لينصاه يلقاه في الكرم والجود. سمعت عنه يا وجه الخير، عليه انه راعي صيت، الله يكثر من امثاله. بارك الله فيك يا الاخ. وبيك يا الاخ. يلا ارخص لي. مع السلامة. والحين يا ولد عمي وش قولك؟ ما ظل بيها قول يا صايل، كساب ضاع ثره وضاعت معه غصايب بعد. وموضوعي انا ونده يا ولد عمي. شايف انا بعدني عند عهدي، انا ماني من اللي تراجعوا عن كلامهم. وانا من عندي حلالي كله مهر للندى. خلي حلال الحرام لصاحبه يا صايل. فوت على الحرم ولا تدخل يا ندى. الامر يخصني يا فرهود، واللي نويته عليه باذن الله ما يصير. يا خيتي يا ندى، امسح وجهك بالرحمن ويا هداك الله، سيري امري يا خيتي. وانا اقول لك ما وافق على صايل، ولو حط بيديك كنوز الدنيا كلها. لعطات الروح معك ما تنفع. وش اللي ينفع لعاد؟ ما ينفع معك غير الجبر. وصلت لها الماصل؟ وما غيره. زين نشوف ودك تصل ولا لا يا فرهود. وش ودك تساوي يعني؟ ها؟ المجبور الهرب يحميها، والشيوخ العربان كلها تنصى واحد منهم وتدخل عليه وتفضحكم انتوا الاثنين. وش تقولي؟ اللي سمعته. تقدر تسويها؟ جرب واجبرني يا فرهود. فكروا بأمركم زين، وبالذات انت يا صايل. اقول ولد عمي يا صايل اقعد خلينا نسولف ونهرج انا وياك بالموضوع هذا. اقول ولد عمي يا صايل انت. فوزان ها من انا شلاش يا فوزان. اسكت اسكت. شلاش؟ اي شلاش. اسكت اسمع، الحقني بالفرس والبرودة على الخلا. خير وش بيه يا شلاش؟ شش علمك بعدين، ساوي اللي قلت لك عليه وبس. هذا انا بالخلا لا تؤخر. زين زين. يا صايل ما هو هيش. يا صايل يا صايل يا ولد عمي، انت سمعت بذنك وش قالت الندى؟ اي بالله سمعت يا فرهود. مشان هيش ودك تصبر، اخاف انه الندى تسويها وتصير عملتها محيفه بحقنا وتفضحنا وتحرجنا بين العربان. قولتك يا فرهود، الندى عنيده وراسها قوي واخاف تسويها وتفضحنا. اي وانا عند عهدي، مهما طالت الايام تطمن، ما حد رايح يتجوزها غيرك. المهم عندي. لا تزعل يا صايل لا تزعل. ايه يا فرهود، احنا مالنا غنى عن بعض، احنا عيال عم. اي بالله. ترى والوعد اللي اعطيتك اياه بعده مثل ما هو، كل حلالي مهر للندى. ها بارك الله فيك يا صايل، بارك الله فيك، تصبح على خير. مع السلامه.
بسيطة يا فرهود المشم. إن ما فركت خشمك أنت وخيتك الندى ما كون صايل. ومشان هيك يا فوزان ودي أظل ماشي بالطريق اللي طلعت له، وإن شاء الله إني أحقق مرادي واحتاج الفرس والبرودة. يا أخوي شلاش، الفرس والبرودة ما ينعزن عليك وإنت عارف هالشي زين، لكن أنا أقول أسمع كلامي وخلك بالديرة. أبوك طاردك من العرب لو ما عودت من حالك. لا يا فوزان لا، أنا خذيت عهد على روحي معود للديرة إلا هو الندى معي. يا ولد الخال، كيف تعود بالندى وأخوها رافضك ورافض زوجك إياها؟ اللي يسوق البل لا يدلبح. صحيح، لكن أنت وش الحل اللي بين يديك؟ الحل يجي على يدينا جويد الله. أنت ما عليك مني، أنا مدبر حالي وإن شاء الله إني أحقق مرادي. إيه، مدام هذا رأيك الله يقدرك على مطلوبك. الله لا يبلاك يبلواي يا فوزان، لا تواخذني يا ولد عمتي، ما كل هوى هوى وما كل ذيب عوى. صدقت يا أخوي، بلعون اللي ذوق لوعت الهوى ويجربه ما يلومك يا شلاش. رخص لي يا ولد عمتي. مشاعي خير يا ابو شلاش؟ ليه ما تاكلي معي؟ مالي نفس بزاد. وريم وين؟ بالمحرم. ريم يا بنت يا ريم، خير يا عمي؟ تعالي كلي معي، ما اقدر اكل لحالي، قعدي. النفس ليها الزاد يا عمي. اوه عاد علامتن وش بلاتن؟ ها متفقات علي وانا وش سويت بيتن؟ وين سويت؟ وين راحت الثانية؟ انت يا مشاعر انا وش سويت؟ ها انشد روحك يا ابو شلاش وانت تعرف السبب. تقول رفض يرجع للديرة؟ ترجيته يا خالي، لكنه عيا يسمع مني. لعاد يظله مطرود مثل ما قلت، وطول ما أنا حي ما له رجعة ولا ودي أشوف وجهه. يا خالي يا خالي لا تلومه، شلاش غاب غصب عنه. لا، شلاش غاب لجل يخلفني وما يتجوز بنت عمه ريم. حزر بيه طلع على غير حله، لكن بسيطة. يا خالي يا خال، السبب غير هذا كله. وش هو السبب؟ السبب ان شلاش ما يريد يعود غير والندى معه. الندى؟ ايه هالندى. وش تكون الندى هذا؟ يا خال، شلاش هو بنيه اسم هالندى، وهي اخت فرهود اللي جاء وطلب ريم منك. اها، هيش لعاد يا شلاش، بسيطة. رد علي يبا، رد علي.
مشاعل ها مشاعل. خير يا ابو سلاش. ومنين يجينا الخير عقب اللي سواه وليدك؟ سلاش وش سوى؟ يهوى بنت غريبه من ورانا. ومن علمك؟ ما هم من علمني. الحين عرفت ليه كان كل يوم الثاني يطلع للصيد ويتعذر بيه، وعرفت السبب اللي خلاه يعند وما يتجوز بنت عمه ريم. اهدى يا ابو شلاش اهدى وفهمنا شلون صارت هالعلوم. ما بيها داوة عقب اللي سواه شلاش، لا ولدي ولا ود اعرفه. يا عم يا عم عم يا عم انت تقول وتغير. انت سكتي ولا تدخلي. ها انا كنت قبل هيك اتهدد انه ما يرجع للعرب عقب ما طردته، الحين لا ولدي ولا ود اشوف وجهه ابد ابد ابد. خوفتنا عليك يبا، وش اللي صار لك؟ ما ادري يا بنيتي وش صار لي، حاس اني مريض. والحين شلون صرت يبا؟ احمد الله يا بنيتي اللي سلمني. زين قوم يبا قوم قوم يبا. يا رب يا بنيتي حاس اني ما اقدر اقوم. يا رب وش ود اسوي بهالخلل خالي؟ كرمه كل لطفك يا رب على دل هالخيال. هيا الخيال هيا النشمي ساعدني يا اخوي ساعدني. ابشري يا خي ابشري ساعدني يا اخوي. ابوي ابوي ما ادري وش صار له. عسى خير عسى ما شر. علامة أشوف الهم راكبك ركوب. من قلت ألبخت يا ريم. وش اللي صار؟ عمك عمك تسمعني كلام قاسي وقال قيم. ليه؟ بدل إني علمته عن شلاش. هو أنت اللي جبته له مشلاش؟ إيه أنا يا ريم. لعاد علمني وش هي السالفة. بلعون انه تعبان كثير يا خيخ ويلزمه الراحه. اولي يبا يبا يا النشم شلون بدنا نكمل مسيرنا؟ انتم وين كانت وجهتكم يا خيخ؟ رايحين لديرة الشيخ رداد. الشيخ رداد؟ انت تعرفه؟ الصحيح يا خيخ أنا أسمع بي وأنا ناصيه بحاجة مثلكم. والراي الحين يا أخوي وش نساوي؟ أنا أقول يا خيه أبوك تعبان كثير وأنا رأيي إنكم تبنوا بيتكم هان ألين يشفه والشافي الله. نبني بيتنا هان وسط الخلا؟ ما عليك يا خيه انا ما فارقكم الا حين اتطمن عليكم. مكثور الخير يا الاخو مكثور الخير. ايدك معي يا بنت الاجواد نبنى البيت. بالعون ان هذه علوم زينه وما ينزعل منها ابد. عاد قولي هالهرج لعمك اللي ما ادري وش صاير بعقله ولا يقبل هرج الناس
الحمد لله اللي عرف بسالفة شلاش، وانا املي بالله كبير انه يهدي نفسه ويفكر بمصير ولده زين. الظاهر انه بعد اللي عرفه عن شلاش ورغبته بالندى زاد بعناده. ما بعد عناد الا الدين، ولا تنسى انه شلاش وحيد ابوه ويهمه مصلحته زين، وبتالي الامر لا بده انه يجيب له طلبه. وحنا بعد فلعنا الياس صارت تملكني، وخاف انش ما تكوني لي. اللي يهوى يصبر يا فوزان، الا اذا كان عاد غيرك شيء من يمي. انا يا ريم؟ ايه انت يا فوزان. لا يا ريم لا تظلميني، لو تدري عن النار اللي بقلبي. لا عاد خلي عندك امل، والصبر زين. زين هذا انا صابر. ما يكفي تقول انك صابر، تعد وش اساوي. اللي عنده امل يصبر ويفرد وجهه دوم بالبسمه الزينه والجبين العريض. يا خير. وش بخاطرك يا بركات؟ ترضاه يظل شلاش بعيد عن الديرة ومتغرب؟ يعني وش اللي تريديه؟ لزوم يعود لديرته. يا حيف عليش يا مشاعل، يا حيف عليك بلعون ولاش انك حرمتي. كان قلت ان غشيم بي، انت ما تخبر وش قراري بشلاش؟ ايه اشهد وخبر قرارك يا بركات. لعاد ليه تطلبين هالطلب يا عم؟ بقول يا عم انه ما يصير شلاش يضله غايب عن الديرة. هي لحقت بيك انت بعد يا ريم؟ انا اقصد يا عم انه العيشة ما تهنى من دون شلاش، وانه ما نقدر نصبر على غيابه حتى انت يا عم. هذا هرج ما اريد اسمعه منك انت من دون الجميع. انا؟ ليه؟ وأنا ماني من هالبيت يا عم؟ الله يسامحك، الله يسامحك يا عم. ريم يبا أنا ما قصدت ورجاش، لا تاخذي كلامي على غير معناه. انا زعلي لجلك انت، اي لجل انه حيد عنك وما قلبه للغريبه. انا اذكر اني علمتك انه شلاش اخلي. شلاش طلب مني ايش تقولين هالحكي؟ لا يا عم هذا كلام مني، واتفقت انا وشلاش عليه. هذا كلام ما اريد اسمعه ولا ارد عليه. روحي روحي نامي.
حمد الله. يا الله حمد الله يبا. عمهلك عمهلك يا عم كساب عمهلك. حمد الله حمد الله حمد الله يبا. علمني علمني يا عم كساب شلون تحس الحين؟ ما ادري وش صار لي يا ولدي، الوهن بعده بجسمي، تقول انها منيتي قربت بعد عمر طويل يبا. بعيد الشر عنك بعيد الشر عنك وحد الله. الظاهر انه المسير اتعبه، وانا اشوف يا خيه انه يلزمها كم يوم راحه بعد. حنا ونناك عن مشوارك يا وليدي، واخاف ان عطلك ازود. يا عم كساب وايش الهرجه اللي تقوله؟ ارتاح انت، ما عليك مني، ارتاح ارتاح. انا يا عم كساب شايفك انك بحاجه للمساعده، وانا ما تعودت ان اشوف واحدنا من العربان اريد شيء وانا تونى عنه. بارك الله بيك يا وليدي. عمهلك عمهلك. بارك الله بيك، قولي لينا امثالك يا وليدي. حمد الله رب العالمين، حمد الله. لكن لا تواخذني يا عم كسام، اريد اسالك انت ليه كنت رايح لديره الشيخ رداد؟ ما خفي عليك يا وليدي، وانت حسين اللي قول يا عمي وانا اسمعك قول. يترى انت وين يا وليدي يا شلاش؟ علامتش يا خالة، وش بلاش؟ ما جاي يا بنيتي، ما جاي، ما جاي. مقهورة من عمك اللي معند برايه يا ريت. تهون يا خالة تهون، شلون تهون يا ريم؟ عمك معند على اللي براسه، ما شده غير تزول، وما ذيق إلا بعده الفرج، لكن الأمر لابد له من صبر. وش هو صبره؟ وش هو؟ وعمك قال القول ما ينسحب عنه، وما حدا يقدر يقنعه، وهذا اللي مخوفني ومقلق راحتي، اني بشوف ولدي وحيدي بعيوني. عيني خير يا خالة، انا خلوه يعدل عن رايه. انتي؟ اي انا، لا تستهيني بي. شلون؟ عسى الله يحييك ويوريك كيف ريم تقدر على عمها. ما ظنيت ما ظنيت. مني مقعد ومنك مقعد ونتقابل على قولك هذا. ها يا ليت يا بنيتي يا ليت. هي دار وين المحب يا دار، وين الخيال اللي غشنا همومه، من شافتك يا دار والقلب محتار. واقنه وزايده باسم
التنار. هذا مكان يوم ينوي حلومه هذا مكان يوم يزهيب الأنوار وهذا روشن بنهبة وهدومة كان الليل سهر وحيدنا والنوم ما له لزوم هي من درى يا ناس وين الضعن صار يا درى يا ناس تاتي علوم قوك يا اخوي شلاش يا هلا بيك يا اختي يا غصايب قويتي خذ الزاد كلت وكاد الحين اشوفك على طريق العين ليه تغلبي حالك يا اختي حطيت الزاد بالشق لجل تجي وتاكل لكن ابطيت سالت ابوي عنك قال لي انك هان قلت وكاد جعان هالحين مكثورة الخير يا اختي الخير يمد الوجه الخير يا شلاش بارك الله بيك أبوي وصاني عليك كثير لكن ما يدري من غير ما يوصي لزومه قد ما الواجب بناتها الأصايل عوداتها الأثر يجود لو الجود مو هو ما جود اللي سمعته منك عن بنات الأصايل ما سمعته من غيرك وهذا يدل على زود عرفك وفهمك بالأمور اللي يجهلها كثير من الرجال الوهبة من الله يا خيه يوهبها للي يريده من عباده صدقت كل طعامك عساه مري عليك بمان الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي داري ووسع لي رزقي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا جبار بسم الله الرحمن الرحيم يا الله اللهم أحسن وقوفنا بين يديك ولا تخزنا يوم العرض عليك يا الله وش اللي سويتيه يا بنت؟ يا عم أنا قعدت على جبت العباة وانت تحرمنا الصلاة وجيتك طالبة وما روح من عندك خايبة بحق الله إنك تقبل طلبي لا إله إلا الله محمد رسول الله وش طلبت شريم؟ ترجع شلاش لديرته وتخلو يعيش بين هلو وعشيرته وتسعاله بندة حليلة سويتيها يا بنت أخي؟ إن ما قمت بيها وسويتها لجل أخوي شلاش من يقوم بيها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حياك الله باللي طلبتي لكن لي شرط وش هو يا عم؟
اسمح له يعاود لأهله ويعيش بالربعه مثل ما طلبتي واسعى له بنده، لكن شرطي الناس ما تكونين بديله للنده وفرهود يشترط بيك. زين، وانت الكفيل يا عم، وتسلم على ما طلع منك. خالة مشاعل، ابشر يا خالة مشاعل. علامه ابوي يا اخوي، انا خايفه عليه كثير. عيني خير يا خي، ان شاء الله يصير خير. انا عندي حل يا خي يا غصايب. وش هو؟ لزوم اقوطر لديره الشيخ رداده من الحين. تتركنا؟ لا يا خي، مو هذا القصد، لكن ابوك مريض وبحاجه لحكيم، لزوم اجيب الحكيم لاجل داويه. يعني ابوي رحمة من الله يا خي، وكليها لله وديري بالك عليه. خذي يا خي هذه البرودة، خلها معك بغيابي، ما تعرفي وش يصير بهالدنيا، وإن شاء الله ما بطي عليكم. ديري بالك على أبوك وعلى روحك وعلى البرودة. رخصي لي يا خي. بمان الله. سلامتك يوبا. بارك الله بيك وبرايك يا عمي. توكل على الله يا ريم. الله يديمك راية عز فوق روسنا يا ابو شلاش. يا خال ابو شلاش، يا خال ابو شلاش. هلا فزان. هلا هلا. ولا محلي يا خالي. هلا ولد اختي. انا تحت امرك يا خال. اسمع يا فزان. خير يا خالي. اليوم يومك بالدوار على شلاش، يعني المهمه كلها صارت عليك. انا العيناك يا خالي، باذن الله ما خلي عن جهدي جهد، وان شاء الله غير الاقيه واعوده معي. ما تقصر يا فوزان، اشهد انك ما تقصر. ريم يوبا، حضري له زواده للسفر. بالحال يا عمي. فوزان يا ولدي. خير يا خاله. ظنيت يا فوزان لو لقيت شلاش يشك بالامر ويعتبر امر العوده شوره منك. اي وهذا لنا حاريه يا خاله. ولجل هيك الزوم تقنعه ان ابوه وافق على رجوعه للديره. وش هالدليل يا ام شلاش؟ فوزان يا ولدي، يكون على البيت رايه بيضه دلاله الفرح بعودته. زين، الله يجيب الفرج ولاقيه. اشوف اموري ما زبطت مع فرهود والندى، ودبارتي معاه ما فادتني. وش اساوي هالحين لاجل خلى الندى على حسابي مهما طال الزمن؟ بل عون ان الامر يحير، لكن لا لا يا صايل، لزوم تلاقي دباره جديده تخلي فرهود يضغط على الندى وما يخلها تفلت من يدك ابد. ونشهد انك نشميه وصادقه اللي قدرتي تعيدي خيط شلاش العبات ابوه. انا وعدتك يا خاله. ليلك حره يا ريم، كان بالبيض حراير. لولاي قمت باللي قمت بيه
كان عمره عمي ما عدل عن رايه. وشلاش اخوي عزيز وغالي. يا ليت يا ريم، يا ليت يا ليت اني اشوفك وانت متهنيه ببيتك. يا هلا البيت، يا هلا البيت، يا هلا بالضيف، يا هلا. أقول يا الأخ، هذا بيت الشيخ رداد؟ إي وصلت. وين هو؟ ماني شايفه. أنا طلع مشوار والحين عاود. بارك تفضل الله. تفضل. مكثور الخير، مكثور الخير. يا الله تفضل. بارك الله فيك. إي والله. يا هلا بيك. وبالمهلي ما يولي، تسلم ايدك. اي والله. بل هنا وشف عيوبها. تسلم ايدي شبنيتي. شلون تحس الحين؟ الحمد لله يا بنيتي، احسن من امس. لكن علميني شلون راح شلاش من غير ما اشوفه. يبا انت ما كنت بوعيك، والرجل صابته الحمية وزعم لجل يحضر لك حكيم. بارك الله بيه وبمثاله، علينا تعبناه وغلبناه معنا. الرجل صدره وسيع يبا، والظاهر ان اصله زين. الله يعوده بالسلامة مع الحكيم من ديرة الشيخ رداد. ان شاء الله. العون يا غصايب، إن العين سلاها النوم. قومك يا جوهر. يا هلا بيك. يا هلا. ليه؟ قومك يا جوهر. يا هلا يا هلا. قومك يا ضيف. قومك يا ضيف. يا هلا بيك. حياهم الله. أنت؟ أنت وش جايبك لهالمكان؟ علامك يا رجل، انت تعرفني؟ شو ما انا اعرفك؟ انا انسى وجهك، انسى لما سحبت علي البرودة يا بايك. انا انساك، انا انساك يوم حميت ذاتك البواق صايل. صايل؟ ايه صايل. ايه صايل. انت ما تعرفه؟ صايل صايل، ولا انك رفيقه وصديقه. حمي البواقين يا بايك. ايه حميه. علامكم يا رجال. امشي يا رجال. انا جاي انصر الشيخ رداد. أنا أنصر الشيخ رداد. الشيخ رداد ما ينصى واحد من أشكالك. ايه؟ امشي يا بايك. امشي معنا. يلا 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 يلا. هاي سلاحي. يلا عمهلك. اسمعوني زين، خلنا أقولكم وش السالفة. لا تحكي ولا ترس. أنا الشيخ مريد رداد. أسمع. يا رجل علامك الدنيا. لا تشهدوا بلاء. لا تحكي ولا كلمة. امشي يلا. امشي امشي يلا برا. امشي يلا. افهموني. اي 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 اي
اي صايل صايل، مش هذا اللي قاعد اشوفه. ادور على راحتي وهدات بالي من غير ما نقص على ولد عمي وبنت عمي عيشتهم. وش هذا اللي قاعد اسمعه؟ ها؟ من اللي زعلك؟ انت تعرف يا فرهود وش اللي زعلني؟ وش تقصد يعني ولد العم؟ خاف اقع بالخطا معاك ومع بنت عمي، والدهج طالب السلامه. كيف؟ انت انهبلت؟ اظل مهبول لو ماني قادر اتجوز بنت عمي اللي من الحمي ودمي. عاد هذا قصدك العاد. خلاص ما ظل لي عيش لا معاك ولا مع بنت عمي. لا حول ولا قوة الا بالله، علامك خابرك روحك طويلة يا ولد عمي، علامك هالمرة. ها يجوز هذا الموضوع هين ما يسوى شيء عندك، لكن عندي انا هم من حياتي كلها. طيب هالمرة هذه يصبر لك قطيمة. عندك شيء يصبرني يا فرهود؟ عندك شيء؟ لا والله ما عندي شيء، لكن لكن لا توقف بدربي الرحيل وما عنده. اي طبعا قل لي يا صاحبي، ودي افهم منك وين ودك تروح بتال هالليل؟ ودي هج ودي اطش بهالدنيا حين ما تشتاق لي يا ولد عمي اللي من الحمي ودمي. دور علي تلقاني حين ما تقنع خيتك انها تاخذ ولد عمها اللي يحماها بالسيف والقناه. تلاقيني بوادي صراره. يا ولد عمي، بس انت لو انك تونا لك شويه. انا يا ولد عمي يا صايل مالي غنوه عندك. انا الرحيل طلع براسي وما في عنه، ابعد عني.